يا الله. الو نعم معك. الو سيبو، كلكم بعده من هنيك فورا. ليش اخي شوفي يا ابني، قادر لساته عايش والقبر ممكن يكون فخ، خلي الكل بعد من عندك. انت شو عم تقول عاكف؟ يا حبيبي اختي وقف شوي، وقف شوي عاكف، هدول مخابين تنبلة. يلا قومي يا اختي بسرعة، امشي بسرعة، يلا يلا اتحركي، موتوا يا كلاب، بسرعة فرقوا بسرعة، رح تنفجر بسرعة بسرعة يا اختي. سيبو رد علي، سيبو. عاكف ليش عم تعيط هيك؟ سمعت صوت انفجار. صوت انفجار؟ يعني في قنبلة بالقبر؟ سيبو لا تشغلي بالي، جاوبني إذا عم تسمع رد علي. تحركوا خلينا نروح نشوفهم فورا. يلا. وقادر وقفوا دقيقة، شو في خير؟ وين قادر؟ وين اختفت كمان؟ قادر لا تسكت احسن ما تصير راسك بشي رصاصة. راسك هلا الان، ساعدوني تحرك يا شباب، ساعدوني يا شباب. هذا صوت قادر، اذا هالمرة صار له شيء لقادر ما حدا رح يقتنع انه كان عايش. لحقوني ست امك بقى، اتركني بعد ست امك يا شباب. راس يا شباب الان، وارمي سلاحك، وقف واترك سلاحك. انتوا ارموا سلاحكم، انا ما عاد عندي شيء لاخسره، هلا بقوصها. شفت الكذب؟ مو على اساس بتضحي كرمال الشعب؟ ها هي هي مقاومتكم؟ مالك، ما بدي اسمع هالحكي الفاضي، اتركوا سلاحكم احسن لكم. لا تتعب حالك، ما رح تقدر تهرب. لك لا تخلوني فضي المسدس براسه. أخي دخيلكم خلصوني. لا تخاف يا قادر، رح نخلصك، كله رح يكون تمام. إذا ما بترموا سلاحكم بهي اللحظة الولد رح يموت قدامكم. عم قلكن ارموا سلاحكن، يلا. انت منيح؟ منيح. اختي انت بخير؟ واقف عندك ولك؟ كلياتكم بخير يا شباب؟ ايه الحمد لله كلنا تمام، ونحن كمان مناح. وين المرأة اللي كانت معنا؟ هون اخي ليكا. الحمد لله يا ربي. صاير لها شيء؟ اختي رد علينا، اختي بعد عايشه في نبض. اختي فتح عيونك، اطلب الاسعاف فورا. حاضر اخي، في حدا عم يسمعني؟ اختي طلعي فيه. بدنا سياره اسعاف فورا. ردي علي اختي، في الحمد لله. ابني وينك؟ اخذوك من حضني يا غالي. ليش والله حرام لا تسوي بحالك هيك اختي. اختي في ايه؟ اختي عم تسمعيني؟ قادر ما عم تسمع ابدا. الو سيدي. نعم. شو صار معكم وليش طولتوا؟ يا سيدي طلع في متفجرات بالقبر. شو هالحكي؟ وصلكم شيء؟ كله مناح، بس امه لقادر تأسست. انقلوها على المستشفى باسرع وقت، ابنها طلع عايش، اصحكم صار له شيء. حاضر سيدي مفهوم، ابنها طلع عايش. اختي اسمعيني، اختي اسمعيني، اسمعيني اختي. اختي ابني قادر عايش. اصحي اختي. شو قلت؟ ابنك طلع بخير.
عم تقول انه ابني بخير؟ ايه صحيح، ومثل الاحصان كمان. قومي معي، قومي. ما عم تضحكوا علي، ما هيك؟ انتوا عم تقولوا هيك لحتى ما ابكي ما؟ لا اختي، استغفر الله. انت قومي هلا وانا رح خليك تحكي. موته كان مجرد تمثيليه. يا ربي، الف حمد وشكر لك يا الله، حميت لي ابني منهم ورجعته لحضني. ابني قادر بعده عايش. يا ربي، ما في اكرم منك. خلونا نروح بسرعه، دخيلكم بدي شوفه، ببوس ايديكم، خدوني لعنده. ماشي ماشي، يلا نروح ساعدوها. يلا بسم الله. يلا قومي اختي معنا.